مرحبا بكم من جديد في برنامج حالي معنا. حلقة اليوم سبيسيال سان فالونتان، وريك علاش باش نعمل اليوم لي 3 موس او شوكولا سبيسيالمون بور لي زاموغو. غوسيت سامبل تري فاسيل، تابعونا ايتاب باغ ايتاب باش نشوفو مع بعضنا الغوسيت هذي. سور سو باش نشوفو مع بعضنا فكرة جديدة كيفاش نعملو ديكوراسيون او شوكولا. ا تو سويت. عسلامة أنيس. عسلامة. كما نعرفوا سان فالونتان معناتها سبيسيال بور لي زاموغو. هذاك علاش احنا باش نعملوا توا لي 3 موس كلهم او شوكولا، شوكولا بلون، شوكولا نوار، اي شوكولا او لي. داكور. كي لا بروسيدور بور لو شوكولا نوار، عندنا هنا 100 غرام دو شوكولا نوار، 90 غرام دو شوكولا او لي، 90 غرام و 90 غرام شوكولا بلون. عندنا 3 زو، 3 عظم اللي نحيو الابيض وحده والاصفر وحده. دونك ابيض واحد واصفر واحد. اوكي. انا عندنا 10 سنتيلتر على حساب كريم، كريم ليكيد دو بريفيرونس، ما عندناش الكريم ليكيد، نحاولوا ناخذوا شويه كريم ايباس وبالحليب نديرها لها ردوها ليكيد. معناتها نجريها شويه بالحليب. اون بيس با مش برشا سكر، عينك ميزانك حط شويه سكر. ديجا شوكولاتة حلوة بطبيعتها. بو مونتي لي بلون. فوالا. باش نطلعوا بها الملابس. دونك اون كومونس، عندنا با ماري بور لو شوكولا او لي وبا ماري بور لو شوكولا بلون. باش نذوبوا الشوكولاتة ألبا ماري كما تعرفوا نجموا نذوبوها ألبا ماري ولا في الميكرو اوند. ميكرو اوند مي. نقصوا عليها باش ما تتحرقش. بالنسبة للشوكولا كي نحطوه في الألبا ماري، فما عباد عندهم السيناس باش يخلط. لا فو با. كيكا لو شوكولا يضيع الكريستاليزاسيون نتاعو. باهي. يولي ما عادش. دونك تخليها البريونس تضيع. كومبليتمون. هاي دوب كومبليتمون. عندنا شوكولا نوار نقصوها شي على الاخر، تشدوا عندنا كاسرونه، نحطوا الكريم تاعنا تسخن. داكوغ، معناتها جوسكا ايبيليسيون تسخن حتى لين تغلي. فوالا. الكريم ليكيد. اون فوا تغلي الكريم ليكيد نتاعنا نصبوها على شوكولا نوار. اوتوماتيكمون. كوم سا نتحصوا على كانش. نوار باش تذوب. عندنا لهنا البلون تاعنا. هذا المبيض باش يطلع وحده. بيان سور. ولا مع السكر. ديماراج يطلع وحده بيان سور، من بعد باش دونك ديك يولي بيان فيرم. بيان فيرم وقتها نحطوا السكر كالعاده باش نعاونوه يتلم اكثر. يتلم اكثر. اوكي. دونك كريم ليكيد نتاعنا سي بون معناتها سخنه. سخنت دونك شحال فوق الشوكولا صعيبه برشا ديريكتومون نصبوها على الشوكولا تاعنا. بالطبيعه هي الكريم très très chaude donc automatiquement الشوكولا نوار باش يذوب. نستعملوا ماريز ماريز ولا حتى سباتولا مبوا ما يسالش. دونك انت حسب ما فهمت تعمل لي 3 موس معناتها اون موس اي دو كريم. اون موس افيك لو شوكولا نوار اي لو زوتر. الشوكولا بلون تاعنا باش نطلعوه بالكريم شانتيي دونك سخا اون موس او شوكولا بلون. هذا يسخا اون موس شوكولا ولي. وهذه تسخى من قناش شوكولا نوار. الفوا تحصلنا على الشوكولا هذايا، اللي يحب بيان سور كان نجم تزيد زبده وبعد ميكسا بالميكسور بلونجون. داكوغ، احنا با بوزوان باش يزيدو زبده، خاطر ديجا الشوكولا كونتيان ديجا دو بور. سي بور سولا وباش تخلط مع دي. اكزاكتومون. دونك انت باش تعمل ايتاب باغ ايتاب، تو فار ميتخ معناتها لا موس ناخذو في ليفيرين. في ليفيرين تاعنا. وتخليها تبرد. فوالا. بالوحدة بالوحدة. هاي. تحط معناتها الموس الهنية وتبرد. نجم نحطوا شوية فروي ان بو معناتها اونتخ لي كوش. كرومبل اونتخ لي كوش. هاي. فهمت؟ سا سخا بلو سامباتيك. سخا لو كروكون كي رامن لو كروكون. في الكو يعطي ياسر. بعد كم ساعة وذين هزول فرجدير
فوالا دونك انت باش تحطها في الفريغو قداش احنا بالعين تنجم تعرف انا هذيك تعمل من الغرفه تلقى شدت ايباس دو فاصون ما تخلطش مع الاخرى كي تحط الدوزيام كوش ما يتخلطوش مع بعض لازم تقعد كل كوش ابار سي سيغ فوالا بيه لو طون نوتر كريم تبرد في الفريغو احنا باش نتعداو نشوفوا فكره ياسر حلوه كومون فير لا ديكوراسيون اون شوكولا ا توت سويت Le chocolat noir est prêt, il a la bonne consistance, il est relativement liquide, lisse, alors que le chocolat blanc est encore assez épais. Pour le rendre plus liquide, on va rajouter un petit peu de crème et le remettre dans la chocolatière. Je commence par le chocolat noir. Je verse directement. Je ne remplis pas plus haut que la moitié. Je referme. Et je replie. Je referme deux fois en triangle, pardon, et je replie sur le triangle pour que le chocolat ne puisse pas s'échapper. Vous voyez, c'est étanche. Et pour ensuite commencer à décorer, il faut créer une petite ouverture en bas du cornet. On peut commencer à faire des décors, on peut faire des zigzags dans un sens et dans l'autre. Je retourne le cornet, je cesse d'appuyer avec le pouce et ça ne coule plus. On laisse durcir et on pourra ensuite à la spatule les décoller. Je vais donc les mettre d'abord au réfrigérateur. J'ai laissé le décor en chocolat au réfrigérateur pendant une petite heure et je peux maintenant le décoller délicatement du papier sulfurisé. حطينا الشوكولا نوار نتاعنا في الفريجيدير تو نتعداو الفاز الثانيه اللي هي شوكولا بلون ديجا ذابت كومبليتمون ذابت كومبليتمون ناخذو ان بول هكا وبيان سور باش نعملو اون موش شوكولا بلون لازمنا اون كريم شانتيي ديجا انت كريم شانتيي كنا احنا لا كريم فريش شانتيي قبيله وحاطينها تبرد في الجدار باش تقعد بارده بيان سور فوالا و باش نطلعوا لا كريم فريش لازم الكريمه نتاعنا تكون بارده بارده اي فوالا سي اسونسيال فوالا نانيا مش طلعنا ابوبري 10 سنتيلتر بكريم ليكيد جبت لك معرفه فوالا فوالا دونك الشوكولاتة نتاعنا دونك شريت مع الكريم فريش اون شانتي ناخذ اون بارتي خلطوها باش دونك تخلطها البارتي الاولى نيمبورت كومون بعد ذولي تحط الاخرى ديليكاتمون بور كاردي ليفي موس الفوليوم فوالا بعد فوالا دونك هذيك تحطها كوم دوزيام كوش في الفيرين فوالا هاي بعد اون سوليف هكا الماس نتاعنا الكريمه و فوالا Je te rends mousseuse. Bien sûr. Mousseuse, légère. Voilà. Donc, tu as un charge de l'évérine, tiens.
Donc, il est juste قاعد وحكي 5 minutes à كهو. Même pas. Les برضو في سيرفيس. Déjà, كما تشوفوا برضو. Plus ou moins, tu as que la crème figée un petit peu. Bien sûr. Elle m'a dit ma dressage est qu'on fait معناها ليتاب الاولى ديما كي ما تخليهاش معناها هكا تنجم تشد لك وبعد تخليها اكثر تتحف في الجدار اي اما كي باش نفوا عملنا الموش شوكولا بلون بتاعنا بالوقت تحطها في الكيسان كان تحبها في الكيسان تحطها اي سينو تبرد لك بيان سور تولي ما عادش تنجم فوالا تنجم تحطها ولا. بالكدا فوالا دونك تحطها ذايبه وبعدك تعقات فوالا فوالا كيما تشوفوا حاطين الموس شوكولا بلون كيسين باش نخليهم نفس الشاي باش يبردوا في الجدار على الاقل 5 مينوت اخرين باش نجم نحطوا ثوازيام كوش داكور دونك حطوا هذوما تو في الجدار فوالا احنا لي فيغي نتاعنا خليتو يبردوا شويه اونتر تون باش نعملوا احنا موس الشوكولا اولي موس الشوكولا اولي ديرنيغ ايتاب باش نربطوا العظام توا لابيس بيان سور ناخذوا 3 دو ديما غروند فيتيس ها ابيت باش نبداو بالفيتيس شويه بعد فيتيس بعد فوالا نزيدو زيدو بانسيت سيل يعاونها باش تطلع شويه ملح دوبلاش هاي مش برشا معروف البانسيت سيل في لاب العظام طلع شويه فوالا العظام ربي لهنا عندنا الجون نتاعنا باش تركضوا مانيوالمون اي ناخذ واحد جوست ان تي بو فوالا انا نورمالمون السكر جون تاعنا نزيدو السكر حسب رايك نزيدو السكر اي سي دو شوكولا دونك فو فير اتونسيون شوكولا ديجا سكري اي دونك نضرب عظام كهو من غير سكر خاطر ديجا شوكولا ديجا حلوه بيان سور ما نستحقوش نزيدو السكر Bien brillance. Quand je fais une vitesse. Aïe. Surtout pas. Mais. Voilà. De préférence, c'est qu'on a mal une petite vitesse. Vous devez que mon taille rouge. Ça risque de l'arme à terre. Voilà. نجمو نعرفوا اللبيت نتاعنا طلع فوالا شد روحو بكدا بكدا فوالا هذاك ما يتيحش شد بكدا دونك ناخذوا شويه من الماس نحطوها مع الشوكولا اللي كاتبينها احنا قبيله مع العظام الاصفر اي من بعد اومي لوتو ici دونك باش تخلط بشويه بشويه بو غادي لا تكستور موساس فوالا قد ما تربح نربحو فوليوم قد ما الموش شوكولا سخا بلو ليجير خفيفة موساس فوالا دونك افيك اون سباتول كيما لو جيست نتاع قبيله اون مونت لا ماس pour ne pas chasser l'air voilà on monte la masse tourne toi les mouchahidina je chauffe voilà voilà donc je vais mettre pour level 3 comme troisième couche pour l'hiver interne l'hiver interne on voit qu'on a un contraste de ta couleur et voilà chocolat noir chocolat blanc et chocolat au lait trois voilà. couleurs différentes Voilà.
بي خلطو بالكدا وراك اللي زالي بور باش نخليه يصبيط نتاع الدم شي تخلط بالكدا في الشوكولا فوالا 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 جيبو لي بيان انترن جا شاد الريحه بكدا بردو هاد اون فيرس نوتر موس Allez, on met trois couleurs différentes. Le noir, le blanc et au lait. Oui. Moi, je sais bien n'importe comment. Moi, je vais mettre dans les poches à douille. Bien sûr. C'est plus propre. C'est plus propre. Voilà, surtout pour les verrines. Oui. Surtout pour les verrines, les verrines, il faut mettre un vaillant choix. Donc, de préférence, c'est dans les poches à douille. Comme ça, il y a tout proprement. Moi, je vais mettre un choix, Michel. Voilà. Voilà, ils sont très beaux. Comme je disais dans la recette, je vais vous dire quelque chose. Comme la recette crumble, je vais vous mettre dans le... Mettre le crumble pour donner l'effet croustillant. Croustillant, dans le verre. Donc, entre les couches. Ou là, dans le fond de la verre. La première chose, je vais vous mettre. كما تشوفوا الفيرين تاعنا لي 3 موس شوكولا حاضرين بردوا بكدا في الفريكو على الاقل ان دوميور زينيها كريم شانتي من فوق شويه كاكاو فوالا كريم شانتي بيان سور زينتها افيك ان دوي اي افيك ان دوي نكلي فوالا تبدا مجرح باش تعطيك لا فورم هذايا فوالا تعال سي تري بو ميرسي فريمون شيف بور سيت ريسيت اما لازمني كوميم ذوقا عز ماما عندي ديكستاسيون شاتيك راي دونك Donc, je voyais quand même. C'est très bon. C'est très léger, c'est mousseux. Vraiment une bonne texture. Merci, Aïch. أكيد مشاهدينا عجبتهم الرسالة نتاعنا نكونوا هكا كملنا حلقتنا مشاهدة طيبة الناس الكل خليكم على حظة تعريفة بالسلامة Hey, whoa, hey, what's going on? Oh, hey, what are you doing? What's going on? Whoa. Oh, wait, dude. What's she doing? What's that white stuff? What's that powder? It's so fluffy. Look at it. Mm. Hey, guys, what the where's heck? Steve going? Hey, put me down. Put me down. I don't hey, like stop this. It. Where are they taking Steve? Put me down. What's swinging him through the... Huh? No, he just killed Steve! No, not me! No, I'm too young to die! That's it, I'm out of here. I'm jumping. No, I'm jumping. No, don't do it! No, don't do it! Don't jump!